جاي اقول يا اولاد ان اليوم ما يحمل باروده، لا لا بتاذي. يا جاد، وانت اللي ختمت اليوم علم سلاحي وشو؟ احلى سلاح. حط الميكرو نسمع، رجع لي كلمات الاغاني، شو بتقول يا جاد؟ علم سلاحي احلى سلاح. واحلى سلاح، علمه احلى سلاح. دي عمرك انت؟ ستة. من وين انت؟ من وين جاي؟ من لبنان، من ساحة النور. من طرابلس؟ شو جاي تقول للاولاد اليوم؟ جاي اقول يا اولاد انه اليوم ما يحملوا باروده، لا لا بتاذي. وتاني شيء، هاي البارودة بتأذي وتطلع الصاصة وبتموت وبتنزل دم. شو بتقول له يا خالد؟ يا خالد شو بتقول له؟ لا شو بتقول له لجاد؟ شو بتقول له لجاد؟ طفل عمرك بعمره. هلا هو منو عايش بالمنطقة اللي نحن عايش بشمال يا حبيبي، عايش بطرابلس، بوين مش عايش؟ بس منو قعد محل ما نحن أكيد بعرف التبيني. بعرف نعم، بس شو بتقول له؟ قال لك سلاحي أحلى سلاح. حكيه مظبوط. حط الميكرو. حكيه مظبوط. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.